ازيكم عاملين اخونا تيمز جيمنج اس وانا وشباب نلعب لعبة ببجي موبايل. شباب تقولوا لي يا يونس تقدر تلعب لعبة ببجي موبايل على طول كده؟ والله يا شباب يعني فيش غير خفيه يعني في العاب الالعاب التانية بيبقى فيها حاجات والله ما عارف، بس ماشي بقى هحلها ان شاء الله النهارده، هحلها واصور النهارده فيديو ان شاء الله. يلا خلينا ندخل جيم سان هوك زي امبارح، زي ما صورنا الفيديو بتاع امبارح. سان هوك ليه الماب اللي انت شفتوه؟ لو كنت قاعد على الجسر دي. استنى شباب بس انا راح اعمل حاجة واجيلكم. لايك واشتركوا في القناة. سيكا كوكا تعمل سيكا كوكا. شباب قبل ما ندخل الجيم بقى هنا شباب الموتوسيكل ده هبعته لحد. هو من؟ مش عارف بصراحة بعته. من الجيم مش هندخل. يدخل يلا يا عم يلا يلا. هو أربعة 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 يعني إحنا أربعة لكسرتين. أنا مستنيين كده قاعدين 3 دقايق مستنيين، ويعني مش عارفة أقول إيه. يلا خلاص يلا خمسين أربعة وخمسين خمسة وخمسين ستة وخمسين سبعة وخمسين ثمانية وخمسين تسعة وخمسين أربعين مش عارف. يلا ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. يلا دلوقتي هندخل شباب. ثانية 16 هندخل يلا. واحد اثنين تلاتة ماذا دخلتش؟
يوزر مستنيين كده نقطع الفيديو هعمل من البتاع ده يعمل ورجع لكم شباب. طبعا شباب يلا شباب اللي بيشجع الاهلي يكتب تحت في الكومنتات النهارده ماتش جامد خالص للاهلي مع فرقه المانيه. I need a weapon. شباب اتحداكم تعرفوا اسم الفرقه ايه، خمنوا تحت في الكومنت في التعليقات. شباب اقول ياسين؟ لا اقول اسم الفرقه بايرن ميونخ. الفرقه دي صعبه خالص يا شباب، الالمانيا بيلعبوا حلو جامدين. قريبه من بايرن ميونخ. هم ما يعرفوش بايرن ميونخ بس الماني بارماني بابا شاف خلاص يلا روح مع نفسك انت بقى، روح شوف هتعمل ايه. موتور سيكل مش عارف بقى. الشباب اللعبة بتعلق حسنا صح؟ بس يلا بس ما علينا. اوف ايش هذا ايش هذا؟ ايش هذا؟ ليه بتعلق يا جدعان؟ ايش هذا؟ انا زعلان. ليه بيتعلق يا شباب خالص؟ رب بس متعلقش قوي، ربنا يستر بقى متعلقش اللعب يا شباب. طيب لكن هنا نوتو حلوة أوي، مش قصدي حلوة شوية مش أوي. شباب فاكرين حلقة امبارح التوك توك اللي عدينا بيه من هنا؟ لا مش هنا، ما كانش المكان ده، بس برضه عدينا من فوق كوبري كده، من كوبري. احنا عايزين بس طلق لونه اخضر كده. والله العظيم حاسس بيا الطلق حاسس بيا، والله العظيم حاسس بيا الطلق. الواحدة حاسة بيا. انا عايز تاني، انا مش عايز شوية قليلين، عايز شوية اكتر شوية، عايز بدل 60 دول يبقوا 120. عايز 60 كمان. شو احنا نسيب الشخصية بقى تمشي هي لوحديها؟ يلا شباب ايه رأيكم في تلميذة الطاسة دي يا شباب؟ بصوا اهي هي دي اهي، بصوا لكم تتيل هدوين. بصوا ايه رأيكم في شكل السلاح ده يا شباب؟ بيو 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 شكل يا شباب، دي تلوينة يا شباب، هو مش شكله كده، دي تلوينة ليه، والطاسة دي تلوينة برضه، تلوينة الهالوين. Thank you.
القمر ما لقيتش اي حد لغايه دلوقتي. اللعبه بتعلق خالص. يعني انا مش عارف ازاي اتصرف في المواجهات. ازاي والله البنج مكتوب الام اس دي شباب تحت مكتوبه يعني حاجه كويسه مش وحش. بس كده بس بتلجلك ليه كده تقف مرة واحدة يا شباب؟ حلو حلو في ضربة صاحبي انا هنا صاحبي قريب مني شوية. شباب شفتوا ازاي؟ شفتوا انا بضرب الواد بضرب اللي قدام اللاعب اللي قدامي مش عارف اجيبه. اللعبة بتعلق يعني بضرب عليه مش عارف فضحت نفسي ومش عارف اموت. يعني هو ايه ميت اللعبة بتعلق خالص. شباب خلينا نطلع تيم يعني مش تيم امبارح احسن من التيم ده يعني محدش معاه ولا اي حاجة. خلينا ندخل جيم تاني. يلا هيقعد بقى سنة عبال ما ندخل جيم تاني. روب بس الجيم اللي بعده ما يعلقش. ها بعدين شباب نقطع بس عشان السنة اللي هتعدي دي وبعد كده نرجع لكم ماشي؟ رجع لكم شباب طبعا مش هندخل جيم خلاص. ودي هتبدأ في لعبكم. شباب ما تنسوا اللايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. ويلا اشوفكم حاجة دي مع قناة يوتيوب جيمينج شوية. يلا سلام.